قول له عم صلاح، تفتكر مين اللي هينزل يحتفل بمحمد محمود السنه دي؟ اللي هينزل يحتفل محمد محمود السنه دي هم اللي قتلوا الثوار من جهه، واللي خانوا الثوار الاخوان المسلمين اللي كانوا بيقولوا ايه اللي ودى الثوار هناك وهم عايزين ايه، واللي كانوا بيقولوا يا مشير انت الامير. فليحتفلوا كما شاء. اما شباب الثوره هيحتفل في ميدان عابدين يوم 18. بعض الشباب بيقول لك ازاي نسيب لهم الشارع؟ انا بقول لهم الشارع بتاعنا، فليفعلوا ما يشاءوا في هذا اليوم، اذا لم تستحي فاصنع ما شئت. محمد محمود للشباب، لاهالي الشهداء اللي ماتوا فيه، للثوار اللي ضحوا فيه واللي اتصابوا فيه واللي ماتوا فيه. والتاريخ خلاص اتكتب وتسجل، وسجل مين اللي تخلى عن الثوار، ان الاخوان باعوا الثوار وخانوهم، وسجل الشرطه والجيش وهم بيرموا الثوار على صفائح القمامه، وهذا شاهد العالم كله، في العالم كله شاهد هذا. وعايز اقول هم دلوقتي في صراع على السلطه، اذا اردتم ان تحاكموا الاخوان وانا معكم لابد من محاكمه الاخوان، حاكموا ايضا جميع القتله، العداله لا تتجزا، حاكموا من قتل من المجلس العسكري، حاكموا المشير وعنان اللي باعوا البلد للاخوان، حاكموا الضباط اللي قتلت الناس واللي عملت لهم حركات بذيئه، حاكموا ضابط البوليس اللي وقف يعمل حركات بذيئه واسالوا فيها المذيعه هلا سرحان، حاكموا الناس اللي اساءت للحريه وحاكموا الناس اللي قتلت الناس، الكل يتحاكم، اتحاكم، العداله لا تتجزا. طيب الناس اللي نزلت وهتفت يا مشير انت الامير دي مش من مصلحتها تنزل تحتفل السنه دي، هتنزل تخرب وتدمر، يعني هيحتفلوا ازاي بره السلطه دلوقتي؟ ما انا عايز اروح على حاجه، هم عايزين يصنعوا لنفسهم يحطوا لنفسهم مجد زائف، يعني النهارده لما ينزل يموت منهم خمسه سته في محمد محمود، السنه الجايه بقى هينزلوا يحتفلوا محمد محمود بذكرى شهدائهم. اللي هم هيعتبروهم شهداء. الشباب يعني صلاح اللي هم نزلوا مع اللي بينزلوا دلوقتي مع الاخوان المسلمين بمنطق الدفاع عن الشرعيه وفي مواجهه العسكر من القوى الثوريه اللي كانوا مع جابر جيكا وغيرهم، زي ما جابر عمل بالظبط في الانتخابات الرئاسيه والقعده بين شفيق ومرسي، وراح كان بيأيد مرسي بمنطق ان هو كاره شفيق، تفتكر دول تحب تقول لهم ايه او انت شايفهم ازاي؟ انا شايف ان ده رايهم الشخصي وهم حرين في رايهم الشخصي، بس انا رايي الشخصي ان الشرعيه بيعطيها الشعب وبيسحبها الشعب. الشعب اللي اعطى مرسي الشرعيه هو اللي نزل سحبها منه. اكبر تجمع بشري في التاريخ. الشعب اللي اعطى مرسي والاخوان الشرعيه لما لقاهم فاشلين تماما في كل شيء قرر انهم ما يستمروش، ولو كان عندهم ناس سياسيين او كانوا هم بيشتغلوا سياسه او بيفهموا في السياسه كانوا عملوا انتخابات مبكره وكانوا خرجوا خروج مشرف وكانوا فضلوا في المشهد السياسي، ولكن هم جايين بمشروع خيانه من الخارج بينفذوا اجنده التنظيم الدولي، لا يهمهم الوطن في شيء، ما تهمهمش مصر في شيء. فانا عاوز الشباب اللي بيتعاطف، لان الشباب لما بيشوف الدم او القتل او كده بيصور ومشاعره بتصور، ولكن لازم نفكر شويه ان المشروع ده ضد بلدنا وضد مصر، وما دام الوطن في خطر لازم كلنا نكون مع الوطن مش ضد الوطن. انت حسيت ان حق جيكا رجع لما الاخوان 30 يونيو اسقطتهم تماما من الحكم؟ جزء من الحق. هيرجع حق جيكا بالكامل لما القاتل اللي قتله من الداخليه لحساب الاخوان يتم معاقبته، لانه ده اغتال جيكا، ما قتلوش خطا وما قتلوش في اشتباكات، ده اغتاله لصالح جماعه الاخوان. لما هذا الشخص اللي كل وزاره الداخليه تعرفه وتعرف مين هو، وكان في ناس واقفين جنبه ظباطه متصورين، واحنا ودينا الصور للنيابه، الداخليه لو عايزه تجيبه هتجيبه في ظرف دقائق معدوده، تقدمه للمحاكمه علشان هو ده الحق والعدل. مش ممكن ابدا بلد هتنهض ولا هتستقر بلا عداله، العدل ثم العدل ثم العدل للجميع. كله يتحاسب. مش هحاسب كل الاخوان على كل شيء واقول الاخوان هم اللي، لا، هناك غير الاخوان من قتل لابد ان يحاسب. الحساب يكون للجميع، ما يكونش لشخص دون شخص اخر. تمام، بس بعد 30 يونيو كان في يعني احلام عند الكل اللي بعد سقوط الاخوان انه احتمال يتعمل قوانين عداله انتقاليه وقوانين قصاص للشهداء. شايف ليه ما حصلش ده لغايه دلوقتي وجيكا خد لقب شهيد بحكم محكمه؟ انا شايف ان حكماء هذا البلد عايزين يتحكموا. لو ارى حكماء في هذا، اين حكماء مصر؟ فين الحكماء في مصر؟ فين الحكماء بعد ثوره زي كده يطلعوا يقولوا للناس واحد اثنين ثلاثه؟ فين الحكماء في هذا البلد؟ فين الحكماء؟
فين الحكماء اذا كان عايز ارجع نظام؟ يعني في ناس بتحلم انها ترجع النظام القديم، ازاي هيمشي ازاي الكلام ده؟ هتخلي البلد في ثوره الى الابد. مفيش حل قدام استقرار مصر، ولا قدام اي فصيل، ولا قدام اي رئيس، ولا جيش، ولا شرطه، ولا شعب، ولا اي حد، الا العدل ثم العدل ثم العدل. العدل هو اللي صنع الحضارات، العدل هو اللي صنع مجتمعات مستقره زي المجتمع الانجليزي والفرنسي. النهارده مفيش مسيرات في انجلترا وفرنسا، ولا تظاهرات، ولا في المانيا. ليه؟ لان الناس مالهاش حقوق عند الدوله، خدت كل حقوقها بالعدل، وشعورين بمعنى العدل وعايشين في عداله. النهارده احنا لما بنطلع مسيره، الاخ اللي عامل لي قانون التظاهر، اللي مقدم قانون التظاهر، انا مش عارف ايه الغباء المستحكم اللي عندنا. هو انت اديتني حقوقي بتقارني؟ وبعدين ما كان يقول لك ايه بره في الخارج، انت لما تتظاهر لازم تستاذن وتحدد الساعه. طب انت اديني الحقوق اللي ده الغرب للافراد المجتمع، وانا لو تظاهرت تضربني بالجزمه. اديني حقوق الانجليز اللي خدوها ببلدهم، والالمان اللي خدوها ببلدهم، واديني حقوق الهولنديين والفرنسيين والناس اللي تقدمت دي، اديني زي ما هم خدوا. اديني حق انا، ان حتى الان بنهان الشعب ده، بيهان حتى الان الشعب، حتى الان بيتضرب وبيتهان وبيتقالوا ما قال ملك في الخمر. انتوا ازاي بتقارنونا بناس ما اصبح الشعوب بتاعتها ملهاش عندهم اي حقوق؟ النهارده بيتظاهروا عشان حقوق الحيوان، مش لان حقوق، يتظاهروا عشان الانسان، بيتظاهروا عشان حقوق الفئران والتجارب، بيتظاهروا عشان البيئه، انما الانسان لم يعد له هناك حقوق، حاصل على كل حقوق. ادونا حقنا وبعد كده قولنا ما تتظاهروش ابدا، واحنا مش هنتظاهر. طيب اخر سؤال بس في الفيديو ده يا عم صلاح، انت كنت شاركت في لجان الاستماع للدستور، وكان ليك راي صارخ جدا وانفعلت عليهم، وتقريبا هزقت لجنه الخمسين. ايه اللي ما كانش عاجبك في المسوده المبدئيه للدستور؟ مش عاجبني ان احنا عندنا ناس عملت دساتير العرب كلها، وعندنا فقهاء دستوريين عملوا اعظم دساتير في العالم، وجايبين ناس زي بتوع مرسي برضو، ودول عمالين يرقعوا ويحطوا حته من هنا وحته. فين فقهاء دستوريين في مصر؟ عمرو موسى ماله مال الدستور؟ انا عايز اعرف، ده راجل سياسي. في فقهاء دستوريين في مصر؟ هم دول اللي يجوا يحطوا دستور مصر واحنا نقول عليه اه او لا؟ هم دول اللي يحطوا اصول وقواعد الحريات العامه، ما يشتغلوش لصالح حد معين، وما فيش حد يتحصن في الدستور. اذا كنتوا خايفين على السيسي، اللي بيحمي السيسي حب الناس ليه. يوم ما حد هيمسه هتلاقي ان كله نازل يقول لك السيسي السيسي. ما فيش حاجه بتحمي، كانوا حموا مبارك، كانوا حموا مرسي، ما فيش حاجه بيحمي الانسان ولا بيحمي اي حد الا حب الناس ليه واقتناع الناس ليه. فما تحصلوش حد، محدش فوق القانون. يوم ما يكون في حد فوق القانون يبقى طز في الدستور، وفي اي دستور هيجي، وفي اي قانون. القانون اللي ما احترمش من اللي بينفذه الاول، ملوش احترام عند اللي بينفذ عنه. الف شكر حضرتك عم صلاح، شكرا جزيلا. شكرا.